السيف العربي، مدرعة استطلاع بريطانية، صنع منها 600 مدرعة للجيش البريطاني منذ عام 1971. الوزن 8 أطنان، الطاقم 3، تسليح مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم مع 165 طلقة، ورشاش عيار 7.62 ملم مع 2000 طلقة. السرعة القصوى 81 كيلومتر في الساعة. المدى العملياتي 450 كيلومتر. مواصفات مدفعها: معدل الإطلاق 90 طلقة في الدقيقة. المدى 2000 متر.